كوناكتو تونس الحدث. فقط نستغل الفرصة وهي التهم التي وجهت لسليم شيبوب وصخر الماطري ومحمد طرابلسي ومن معه في القضايا الثلاثة اللي ترفعت أمام المحكمة الأوروبية واللي للأسف خسرناها. يعني تحكمت المحكمة الأوروبية برفع التجميد للأموال اللي كانت جمدتها بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، ترفع التجميد لشيئين اثنين. أولا شيء شكلي يضحك ويبين اللي عدم الكفاءة حاجة أصبحت عادية جدا في الثلاثة قضايا هذية اللي تحكم فيها في 28 مايو 2013. المحكمة توجه رسالة وزارة العدل تقول لها لغة المحكمة هي الفرنسية، لا لونغ دو تريبونال اي لو فرونسي، لو ميموراندوم نتاع وزارة العدل يمشي باللغة العربية. انا هوني عندي مشكلة من الناحية الشكلية، هل ان ماناش قادرين باش نقدموا ملحوظات باللغة الفرنسية، أم أن ربما احنا نريد رفع التجميد؟ إشكال كبير. المشكل الثاني اللي هو مشكل قانوني وأعمق ويهم الطبيب، الدفاع التونسي أساسا، الدفاع التونسي ارتكازا على موقف الحكومة التونسية وبالتحديد على موقف وزارة العدل، يتبع في الأشخاص هذوما على أساس وجودهم في قائمة المصادرة من أجل تبويض الأموال pour blanchiment d'argent. ما يعني هوني فما مشكل زادة تاع كفاءة مطروحة، لأنه القرار الاتحاد الأوروبي في التجميد انبنى على موقف وزارة الخارجية وانبنى على موقف رئاسة الحكومة اللي تقول فما détournement de fonds publics، استيلاء على أموال عمومية. في القانون البلانشيمون التبييض ماهوش حتما استيلاء على أموال عمومية، ينجم يكون تبييض في أماكن أخرى، في أماكن خاصة إجرامية، مخدرات، سلاح، وكل الأعمال الإجرامية. فالمحكمة قالت راهو المطلب نتاعكم من الناحية الشكلية لا يستقيم، ومن الناحية الأصلية برا رجعوا القانون نتاعكم.